خليل صار تحكيه ليمت الاخرى بعد الانهزام الانسحاب مش انهزام من الكاس الافريقية. صارت تحكيه صغيره مع حاتم طرابلسي والناس وليت اللي نقولوا نحن حتى على الفيسبوك وتويتر ناس وليت حتى خليل من شيره وحاتم من شيره وناس مع خليل وناس مع حاتم يسونط لي ميم ادير وهذا نحن باش نطلبوه منك. قالوا اللي خليل شمام ابعث على الميور بتاع حاتم طرابلسي تكستو الكلام اللي قالوه هو كي تولي راجل وتولي كيفي وتستي ترويت قدي اجا احكي معايا هاو تكستو شنو هو قالوا شنو هو رايك انت في الحكايه هذه؟ والله سي حاتم طرابلسي معناها كان لاعب سابق للمنتخب هو لاعب راهو نحترمه ونقدروه كما يلزم هو يحترمني ويقدرني. اما حكاية الفيسبوك راهو الحكاية وقت اللي صارت راهو نحن في الطيارة معناها دونك ذي راهي حكاية كبرت برشا وهي حكاية فارغة معناها تعديت على روحها نتصور سوء تفاهم و كاو ذي حكاية وفات وزيد باش نكبروها معناها فماش منه الميساج هذا فماش منه شوف باش تكون راه انا ما عند حتى فيسبوك راه ما عنديش حتى لي باج تاعك هذوك راهو عباد اخرين عاملين ما عنديش عبد اخر عاد باش يكتب ما نجمش معناها نحكم في العباد الكل تبقى علاقتك مع حاتم في اطار الاحترام صدقني والله اقسم بالله والله ما عندي معاه حتى مشكل والله ولا عمري نهار حكيت معاه في التليفون لا البر فما حتى مشكل ما حتى مشكل ميرسي بوكو